السلام عليكم، انا من مدينة سلا. انا يا سيدي اللي اغتصبت بنتها من طرف واحد الشخص الملقب صغيبة، وفايت درت الشكاية ديالتي في 2019. اغتصبها من كانت في عمرها 16 سنة، وانا داير الشكاية ديالتي وهو كان مسجون. ديك الساعة اللي اغتصب بنتي، من بعد 4 ايام ولا 5 ايام تسجن، دوز السجن ديالو وخرج. ولكن دابا راه متابع بالقضيه ديال بنتي، ولاني دابا انا خليت كلشي في يد المخزن. واولا بعدا كنشكر المخزن اللي داير ما استطاع ديالو انه باش يلقى القبض على هذا الشخص هذا، وباقي ما غشدوهش. انا كنشكرهم بزاف. وهاد السيد هذا راه شنقول لك، كان تعرضوا من طرف التهديد من بزاف د الحوايج. هاد السيد هذا ما كفاش انه اغتصب بنتي، جاي حتى لحدايا فين كنسكن انا في بيت المستقبل، جيت لبراهمه وجاي كاري بارطما هنايا وسيني وقول لها شي شهور وهو هنا في هاد البارطما. انا ما جايباش الخبر، حتى شافوه السيكيريتي اللي هنا وعارفينه هو اللي مغتصب بنتي، وقالوا لي هاد السيد راه كيجي لهنايا وكيتربص في هاد البلاصه فين كاينه نتي. ولكن انايا من جيت نشوف لقيتو دابا هو بحال واقيلا دار شي مشكل تما، ولا ما عرفت شنو الضجيج والصداع والشراب وداكشي جراو عليه الناس العماره. خوا دابا هاد السيده دابا بغيت نعرف شنو بغى عندنا حنا، ما فهمتش انا شنو بغى عندنا. علاش تيقلب؟ علاش تيقلب؟ مغتصب البنت، رزاف حياتها، هادشي كامل وما كفاش، وتيقول لكم جريو باكم. هو الكبير ما كافيه حتى شي حاجه في هادشي اللي دار. انا عندي واحد الاوديو دابا تيهددني، تيقول لي يا الا مشيتي وحطيتي اسم البارطما عند السلطات وقلتي غادي نصيفطك فساد. انا دوك الناس اللي كنت كاري عندهم البارطما واصلين بزاف بزاف. المهم السيد انا شنو بغى عندي؟ انا هاد السيد شنو بغى عندي؟ انا مخليها في حين بيعات، وانايا هنايا في بيت المستقبل، وكيجي حتى لهنا كيتبعنا حتى لهنايا ويتجسس علينا ويقلب على بنتي. على الله شنو باغي يدير لبنتي؟ يضربها لوجهها ولا يحرقها ولا حيت هو راه معروف، هو راه عنده السوابق، راه فايت ضارب رجال، بقى حس بالك بنت، راه ضارب رجال وعاد حس بالك بنت، ضارب المخزن بعدا، المخزن راه ضاربو، المخزن جاي يدرم عليه وضربو. هذا ما احترمش حتى المخزن، بقى عاد يحترمنا حنايا. انا كنطلب من السلطات يديروا في مجهودهم، هاد الانسان هذا خصو يتقدم ويتحاسب على هادشي اللي تيدير. هذا راه ماشي، هذا راه مريض عقليا، انا هذا راه حمق. ونزيدك هو كيتعاطى القرقوبي وكيدير راسو بانه هو راه حمق وكيتعاطى الادويه، هذا راه حمق. بعدا تيكون مقرقب وتيخرج مقرقب في الليل، وما عرفنا نجيو فيه واحد النهار ولي ضرب ليا بنتي ولا ضربني انا ولا علم الله شنو. اي حاجه نتوقعها منه، اي حاجه نتوقعها منه تخين. هذا الشيء اللي كاين. انا كنطالب غير من السلطات المحليه يقوموا بهذا السيد هذا، راه خصو يتعتقل في اقرب وقت. هذا راه ولا خطر على المجتمع، راه كثر الجرائم ديالتو، راه كثرات بزاف ماشي شويه. انا دعيت والله يا اخت فيه الحق، هذا الشيء اللي كنقول، دعيت على الله الواحد وحده، لانه تعدى ليا على بنتي بزاف بزاف، تكرفص ليا على بنتي بمعنى الكلمه. الله ياخذ فيه الحق. التهديد اللي تعرفتي تقريبا، هذا التهديد ما كاملش مده 15 يوم يعني باقي. صيفطوا لبنتي من عرفناه بانه ساكن في هذا البارطما هادي، قال لنا الا مشيتو حطيتو داك نمره البارطما ونمره الشقه عند الشرطه، هذوك الناس راهم واصلين نصيفطك فساد انت وبنتك. باهو باغي هو يصيفطني انا فساد، ومن غير الكلمات الكلام الخايب اللي كيقول. وفايت خرج فيديو عليا واحد القناه وكيهضر عليا في واحد القناه ديال مروان العسكري، فايت خرج عليا فيديو كيقول بانني انايا كندير الفساد مع المخزن وكنصيفط ليه المخزن الدار. انا ما عندي حتى شي علاقه، انا دايره شكايتي بحال اي مواطنه، مقدمه الشكايه ديالتي على ود حقي، باغا غير حقي، ما بغيت حتى شي حاجه منه، باغا غير حقي. مقدمه الشكايه ديالتي للمحكمه، وهما راه كيقوموا بالواجب ديالهم، الله يسهل عليهم. راه كل ما كانش المخزن في البلاد بحال داك النوع راه يدخل علينا، كل ما كانش المخزن في البلاد داك النوع راه يدخل علينا داك النوع. ولاني هالبوجر المخزن الصراحه، راه الله ياخذ فيه الحق، راه غير المخزن اللي رادعو. هما كون راه صفاه لينا شحال هادي هذاك، لا اله الا الله. هادشي اللي كاين اخويا، والله
والله العظيم هاد السيد راه مرضنا في حياتنا، والله الا مرضنا في حياتنا. انا يا رفعت فيه شكايه في 2019، في 2019 كان مشدود هو، دوز العقوبه ديالته على شي حاجه اخرى. انا ما عارفاش علاش اصلا كانت تشد، حيت كانوا تيراو فيه بالقرطاس باش كانوا ما عرفتش نلقى الحق علاش تشد هو ديك الوقت. ومن درت انا الشكايه بالاغتصاب والتغرير كانت البنت عندها 16 عام، دابا البنت حاليا راه عندها 18 عام، وهكاك راه ما بغاش يبعد منه، ما بغاش يفوتنا. البنت ما كتهضرش معاه، ما كتكلمش معاه، وكيهز الاوديو تدخل للماسنجر ويصيفط لها التهديدات. هو التهديد راه مصيفط من عندها هي لتليفونها، ما بغاش هاد السيد يبعد منا نهائيا. حنا كنحاولوا نبعدوا منه، هو راه ما بغاش يبعد منا. وانا راه ما غنتنازلش على حقي، راه ما انا راه غاديه معاه بالقانون، انا ما غاديهش معاه بصحه كي كيدير هو وكيضرب الناس ويضرب هذا ويضرب هذا. انا راه غاديه معاه بالقانون، واقسم لك يمينا وعز الجلال، ويمشي حتى يدور لي بنتي ولا يأديها. انا تنقولها قدام الملا قسما بالله، يا تحياته ما غتكون على يديا، اقسم لك يمينا يا تحياته غتكون على يديا، لانه لا ادى لي بنتي ولا وصلها ولا دار لها شي حاجه. انا راه ما غنرحموش، يعرف بانه هو راه غيمشي للقبر وانا غنمشي للحبس من الاخر. هادشي اللي كاين، انا راني مخليها داير ما بغا، هادشي اللي كاين الله ياخذ فيه الحق. وانا كنطلب من الله وكنطلب من السلطات، هاد السيد خاصو يتشد، هاد السيد راه ما خصوش يبقى يدور، لانه راه ولا خطر علينا. راه جعل يا ربي السلامه، انا راه متبع الحاله ديالو وكلشي تيوصلني شنو تيدير. تيجريسي بالليل فيديو ماشي تصويره في الطوموبيل، ها السيف وكيدور في نصاصات الليل. هذه هي حالته، هذه هي حالته هو وخو الصغير، وهو وواحد صيق الطوموبيل وشي بنت معاهم تيجريسيو في الليل وبالسيف. راه السيف راه العالم كله كيشوف داك الشيء، حتى شي واحد راه ما كيشوفش داك الشيء. اه لا يحوف في الفيسبوك، كيتعنى براسو، كيتعنى براسو بانه ها السيف. واش هذا بنادم هذا يحس براسو هذا في ملك كيجريسي بطوموبيل، هو داير السيف وتيهز وتيجريسي. حنا فين في الغابه حنا ولا فين؟ حنا راه ماشي في الغابه، حنا راه في دوله الحق والقانون، حنا راه في دوله الحق والقانون. راه كاين بوليس، كاين جوندارم، كاين كل شيء، وهو هرب من البوليس وجاي للجوندارم. انا غير ما عرفتوش انا هنايا تشافوه الناس وعاد قالوا لي ما انا كنت نهبط لي الجوندارم هنا، ولا اني فلت ليا من يديا من هادشي كامل. من عرفنا عقنا به مصيفط لينا التهديد، تهدد فينا بغى يصيفطني فاسد، صيفطني انايا فاسد. انا راه مزوجه راه في عنق راجل، انا راه ما كنديرش الفساد، وانت راك عارف هاد القضيه. كون كنت كندير الفساد كون خليت لك بنتي كدير فيها ما بغيتي، وراك ما خليتي ما قلتي، ما خلى ما دار فيا السيد. قال فيا اي كلمه قالها فيا، قال انا ما مزياناش وانا تندير، وخرجتي في فيديو كتقول بانني كنمشي مع البوليس وكنصيفط لك البوليس بزاف عليك. بعدا انا رافعه فيك دعوه بالطعن بعدا بالشرف اللي كتقول انا يا فاسده، انا مرت الراجل وفي عنق راجل، بزاف عليك باش انا يا فاسده.